أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للزوجة الخروج من البيت بغير إذنه؟ لا يجوز لها الخروج من البيت إلا بإذنه، إلا بإذنه، لأن هذا من حقه عليها. الرجال قوامون على النساء، واستئذانه لا يكلفها شيئا، تستأذنه. الحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.